ازيكم يا بنات والشباب يا حلوين، انا شيري ورجعت لكم تاني بفيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن منتجات بنستعملها غلط بالنسبه لشعرنا. فيديو النهارده هيكون عن الشعر، هيكون عن اخطاء احنا بنعملها على في استعمال المنتجات، فما بتجيبش معانا نتيجه او ما بتكونش افكتيف قوي ايا كان يعني. طيب اول حاجه هتكلم عنها، ودي حاجه كنت بنصح بيها كتير قوي زمان للاسف يعني، وما كنتش اعرفه على فكرة. انا كنت شفت يعني الريكومنديشن او الاقتراحات دي من دكاترة، بس بعد كده لقيت معلومات ان دي معلومات مغلوطة وان هم بيقولوا غلط. عشان كده بقول لكم ان يعني برضو لازم ندور، ما ناخدش ورا كلام اي حد حتى لو كان دكتور، لان ممكن يكون بيعمل دعاية لحاجة. الشامبو بتاع سانوسان او شامبوهات الاطفال، شامبوهات الاطفال مش امان ابدا لينا خالص، لان البي اتش مختلف ومع الوقت بتوقع الشعر، وفعلا بتعمل بعد كده مشاكل، ومش حاجة امان خالص ان هي مفيش فيها مواد ضارة لا. فيعني شامبوهات الاطفال او منتجات الاطفال بالنسبة للشعر انا مش هجيبها تاني خالص. ممكن من نفس الشركة اجيب حاجة للكبار، زي بندولاين عاملة لاين للكبار وللاطفال. سانوسان انا عمري ما شفتهم عاملين حاجة للكبار، فهم تقريبا تخصص الاطفال، فكانتوا عاملين للاطفال والكبار، بس انا ما بحبش منتجات كانتوا ابدا. فيعني منتجات الاطفال للشعر بلاش يعني، نكنسلها تماما لان هي مش امان خالص. تمام، دي اول حاجة. تاني حاجة، ودي حاجة انا كنت بعملها زمان غلط بس بصراحة يعني بقالي فترة طويلة بعملها صح، شامبوهات القشرة. طبعا سيلنجينا ده احسن شامبو قشرة ممكن تستعملوه لحد دلوقتي، انا جربته يعني، هو اكتر شامبو ما بينشفش الشعر، مش بيطار الشعر. في شامبو بتاع هير ميكس برضو حلو، بس انا مش يعني ما جربتوش على القشرة القوية بتاعت الشتاء. سيلنجين انا جربته على قشرة الشتاء، كان ممتاز ومش بينشف الشعر قوي. شامبوات القشرة يا جماعة مش بنستعملها ونوقفها فجأة، بتاخد وقت وبالتدريج عشان القشرة ما ترجعش تاني. تمام، فشامبوات القشرة خلي بالكم منها، سيلنجين وغيره، اي كان شامبو القشرة ايه. انا هنا برضو مش بتكلم عن انواع بعينها، انا بتكلم عموما يعني شامبوات الاطفال عموما، شامبو القشرة عموما. في حاجة تانية كمان ناس كتير كانت بتستعملها غلط، وكانت بتقول ان انا بستعملها غلط، بس هم كانوا بيستعملوها غلط وما كانوش عارفين. الامبولات في ناس بتستعملها على شعره وهو مبلول. انا يعني موضوع ان هي على شعر مبلول مش عارفة، بس هي مكتوب ان هي بتبقى على شعر ناشف. دي اول حاجة. تاني حاجة، الامبولات مش بنغسل بعدها شعرنا ومش بنفضيها يا جماعة في اعشاب. يعني في ناس كتير بتجيب مية روزميري او مية اعشاب وتفضي فيها الامبولات وتحطها على شعرها، دي حاجات يا جماعة كيميكالز في الاول وفي الاخر، سيبها بقى تشتغل مع نفسها. ما خدش امبولة واقوم حاطة فيها زيت جرجير ولا معرفش ايه، لا، اخد الامبولة احطها على شعري عشان اقدر احكم عليها لو كانت كويسة ولا لا. تمام، طالما دي حاجة ليها علاقة بالتطويل، عارفين لو حاجة ليها علاقة بالترطيب ممكن اقول لكم تضيفوا عليها حاجات زي الحمام الكريم والبلسم، لكن الامبولات بتدخل في فروة الشعر. فيعني الامبولات ما بيتغسلش الشعر بعدها، ما بنفضيهاش على منتجات خالص. في بقى نصيحة، النصيحة دي بقى للناس اللي بتصبغ شعرها. تمام، وانا محدش قال لي عليها بس انا عرفتها بدري وانا في بداية طريق الصبغة. بصوا يا جماعة، البري شامبو لازم يكون مع الناس اللي بتصبغ شعرها، لازم يكون المنتج ده معاهم. ليه؟ الصبغة احنا بنصبغ فروة شعرنا وشعرنا نفسه، يعني المواد اللي فيها الصبغة مكونة طبعا فيها مواد، فيها نسبة امونيا، ممكن تكون نسبة كبيرة او قليلة بس فيها عشان تلون الشعر. لو احنا ما بنستعملش بري شامبو، فروة شعرنا مش هتترطب حلو، لان الشامبو لوحده عمره ما هيرطب ويعالج فروة الشعر. فاحنا محتاجين معاها حاجة اسمها بري شامبو يكون تريتمنت، بيعالج، ده بيعالج، بينظف، بيرطب، بيدي ريحة حلوة. انا اتكلمت عنه يعني لما انتوا صدعتوا يعني،
فالمنتج ده لازم يكون عندكم لو انتوا بتستعملوا سبكة. طيب هنيجي بقى على حاجة تانية للناس اللي بتستعمل شامبوهات مفيش فيها مادة السيليكون. بصوا يا جماعة، لازم، او مادة الصافيت عموما كمان، يعني لازم حتى لو احنا مش هنستعمل شامبوهات فيها المواد دي، لازم على الاقل يكون عندنا شامبو بنستعمله كل اسبوعين على الاقل. طب ليه؟ لان انا خصوصا لو بعمل فرو، بعمل حمام زيت، محتاجه حاجه تنظف فروه شعري بشكل كويس وتنظيف قوي قوي، تكون قويه قوي، تمام؟ لان الشامبو لوحده اللي ما فيهوش ماده السلفيت مش هينظف فروه شعركم من التلوث، من التراب، من الاتربه، من الحاجات اللي موجوده. فلازم شامبو، لازم شامبو يكون فيه ماده السلفيت، فعلى اقل مره كل اسبوعين هيكون كويس، تمام؟ فده حاجه حطوها في الروتين بتاعكم. طيب في بقى نصيحه تانية انا كنت بعملها غلط برضو، بصوا الحاجات دي برضو عن تجربه شخصيه، بس يعني ما بقتش اعملها. بصوا يا جماعة، انا شعري ساعات كده بلاقيه ضعيف، فاقول مش مشكلة، انا اهم حاجة عندي يبقى الشعر مترطب، مش مهم الكثافة قوي، وده بيخلي شكل الشعر مش حلو. اهم حاجة لو انتوا شعركم ضعيف، اوعوا تستعملوا شامبو كريمي وبعده حمام كريم تقيل. لو عملتوا الكومبو ده اللي قصادكم، شعركم مش هيبقى موجود، هيبقى ضعيف قوي، هيبقى ملزق خالص. الكومبو ده للشعر الافرو افريكان، اللي هو يعني عارفين اللي هو الشعر الافريقي قوي قوي كما يجب ان يكون، هيبقى محتاج ترطيب قوي، فالمنتجات دي تمام معاه. لكن احنا شعرنا برضو مش للدرجة يعني بيهيش يعني فحاجتين تقال عليه كريمية هيخلوا الشعر مش في احسن حالاته، وهيبقى مترطب بس هيبقى ضعيف. في بقى حاجه تانية، المنتجات اللي فيها نسبه كحول زي تري شوب. تري شوب فيه نسبه كحول، وفي منتجات تانية فيها نسبه كحول. المنتج ده عيبه حاجه، لو انتوا شعركم متقصف قوي 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 مش هيكون كويس، فخلي بالكم لو انتوا شعركم متقصف قوي ان انتوا تتجنبوه عموما، لان نسبه الكحول فيه مش قليله. انا بالنسبه لي بحبه، بيرطب شعري وجميل بصراحه وتحفه، بس لو الشعر متقصف بيبقى مش محتاج يعني حاجه يكون فيها عطور او حاجه عشان ما تاذيش فروه الشعر. وبس يا حلوين، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وشير، ما تنسوش تتابعوني على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. وبس كده، اشوفكم على خير، فيديوهات تانية كتير.